القصيدة درجت فيها انت والجماعة ايش فيك؟ ابي قصيدة اقولها قبل لا اقولها لا افشل في ايه عندك قصيدة تبيني اعطيك رايك في رايي فيها؟ ايه ان شاء الله تعال يا ابو دويش اسكت لا تفضحنا اسكت تبيب هم عشان يسمعوني يعطونك الراي تكتوا لهم نديت تعال 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 عادل عنده قصيدة يبي ياخذ راينا اسكت لا تفضحنا انت ما تستحلى وجهك اسكت بيني وبينك عادل عنده قصيدة ويبي ياخذ راينا فيها عادل عنده قصيدة ويبي ياخذ راينا فيها قبل لا يلغيها على الجماعة عادل اللي عندك ما عندك شيء خلنا نسمعها عطنا عطنا يا الرجال جيري الطيبين ايه في طيبكم الله هذا متابعي هذا متابعي كلمة وانت كلمتين هذا متابعي